انت بتعمل ازاي بقى؟ تروح جاي عامل كده صير بطاطس. الله ينور عليك، برافو عليك. هو فعلا طالع منظر بطاطس بقى. لا هو فكرته مختلفه. هو فكرته ايه؟ ان انا بعمل كده، هل بيخليني اتحكم في ان انا انزل كده ولا انزل كده، موازي، وفي نفس الوقت ده اللي بيضغط، ده اللي بيزق. يعني انا بنزل كده خلاص وابدا ازق بده، فاطلع موازي للسن، ابقى حنين على السن، بعمل كده تاني مش بزق ابدا ابدا، خلاص ابدا ازق كده. بس طبعا لازم يبقى السن الكتر السن جامد شويه. شايفين؟ شايفين كل الزق ده؟ شايف انا بظبط بالظبط على قد السن. شايفين بنزل حنين خالص ان السن ممكن يتكسر او يبوظ الدنيا. شايفين؟ شايفين ازاي؟ انا عايز بقى اسرع شويه. شايف انا بعمل ازاي؟ بده كاني بوجه بده، واحده واحده، ما تستعجلش بقى. شايف السن اتكشف ازاي؟ بدا يكشف وزي ما هو. شايفين؟ انا ببقى حساس قوي بقى لحركه الخشبه. شايفين؟ وانا بشيلها كده هنا. أثناء نظيف بنسبة كبيرة جدا. تبقى حساس قوي للحاجة اللي بتعملها عشان ما تتكسرش. بس هتلاقي السن بالمنظر ده. عايز تصنفره؟ ممكن تصنفره. عايز تستخدم بيه هو يصنفر نفسه حسب بقى الشغل اللي هتشتغله. لو انت عايز تعمله عشان تعمل بيه تون زي كده لازم تصنفره. ان هو نازل ناشف شارب شوي خلاص كده. اي تعمل بيتونز زي ما انت عايز. هتلاقي بقى ده عبال ما توصل بقى يخلص هنا وقت كتير، انما البرايه كل شويه تبدا. ايه دي مشكلته؟